حكاية الزوج يكون كده بالنسبة لها أبا وبالنسبة لها أخا وبالنسبة لها أما في الحنان وبالنسبة لها يعني زميلا أو صديقا، بمعنى أن تقول سره سرها له، تفشي سرها له وتعلم أنه مؤتمن. فوق ذلك هو حبيبي زوجي، يعني هي تقول حبيبي، وفي نفس الوقت الزوجية فوق ذلك كله. عشان كده سيدنا النبي لما قال على السيدة خديجة قال إيه؟ قال واستني حين أبعدني الناس وأعطتني حين حرمني الناس. عملت له المجالات دي كلها حضرتك، المجال الاقتصادي تجده عند الزوجة، فتقول له يعني إيه؟ احنا مش محتاجين فلوس كتير، هو ما عندوش وشغلانه واحده، تقول له ده اللي عندنا انت كله بركه واحنا مكتفيين بيه. فشوف بتغني من الناحيه الاقتصاديه بالقناعه والرضا، بتغني له هو تعبان تقول له ده انت يعني زي كده، كنت اسمع الناس زمان يقولوا دي قنديل البيت او هي شمعه البيت او هي نجفه البيت او كده على الست، وهي نفسها تقول هو عمود البيت، من غيرك ما فيش. وده من هنا جه عاوزين ظل راجل ليه؟ لأنه حماية، هي له رعاية وهو لها حماية، إحنا عاوزين أكتر من الرعاية والحماية. فلو كانت العلاقات متكاملة بهذه الطريقة، هذه هي الزيجة الصالحة النافعة التي تمتد. إذا اختل منها ركن الباقي يسندها، يبقى الباقي يسند على طول أو يسندها. ونفس الحكاية سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، بس